ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بالأمس أو قبل يومين كنت مع رجل من كبار السن يقول لي استغربت من موقفه. قل وجدت إنسان سلم عليه قال السلام عليكم وحياني وبعد تحيته لي يعني حياني تحية معرفة يقول يعني أنا مستغرب منه إني لا أعرف فقال لي أبي يذكرك دائما. الشاب يقول لهذا الرجل الكبير في السن يقول أبي يذكرك دائما. يقول يعني قلت له خير؟ قال أبي يذكر منك أنك قلت كلمة في موقف لا ينساها إلى أن يموت. كلمتك التي قلتها في ذلك الموقف كانت سبب في حل مشكلة كبيرة لا يحسب لها حساب فيما معنى الكلام. يقول وأبي في كل حين يذكره. يقول وأنا لا أعرف الشاب ولا أعرفه لكنني أنا أعرف هذا الرجل الذي هو من كبار السن من الناس الذين يسعون كثيرا بالإصلاح بينهم.